لك انا انا تجي وحده مثل هي تستفزني. لك ما فشلت، ما بتهز شعره مني. هلا شو بدنا بالحكي؟ هالشي واضح تماما مدام، واضح. لك ما عاد حدا استحى، ما عاد حدا عمل قيمه لحدا. معلش مدام، طولي بالك طولي بالك. لا يا وصلتي، فكرتيني معصبه؟ ابدا ابدا، ولا فارق معي شيء ابدا. لكان صار اللي يسوى واللي ما يسوى، ايش ما تفيني؟ عالشو؟ جاي شو؟ بدي مساعدة بس نصيد. هي مفكرة انه عم تجاكرني. اي ما فشرت، اي ما فشرت. هلا شو بدنا بالحكي؟ للأمانة يعني واضح هذا الشيء مدام، واضح. لا وهو مو فارقة معه ابدا ابدا، مطنش ولا سائل على اللي عم بيصير فيني. اهم شيء عنده مبادئه. مدام في دسينة كاسات جيب لك ياهم، وإذا بدك في فنجين قهوة مرة ما عاد لهم شغلها. وين راح؟ وينه؟ شو بعرفني أنا وين راح؟ إيه؟ شو عليه؟ أنا فرجية. لك العمل يضرب ضرب، كسرت كل الصحون، ما ضل ولا صحن. لك بوسي إيدك وشو أفا أنه انقضت بصحون وما كسرت راسك معهم. ليش أنا شو دخلني؟ ولو شو نسيتي أنه أنت اللي رحتي فسفستي للجيران؟ آه. يلا روحي، روحي ساوي لي كاس شاي خليني هدي أعصابي، أحسن ما أتهور وروح إلها. يلا روحي. لا لا بساوي لك شاي. يلا يلا. العمى العمى، لك ليك فادي شو كاتبين عن ابوك؟ شو قرا لي انت؟ انا والله مالي خلق. ما تحينه ما هيك؟ لك اي ما تحينه، هذا الصحفي اللي بيكتب مقالات ساخره. ليك شو عنوان المقال؟ قبل الفضيحه استقال ليحفظ ماء وجهه. ماء وجهه؟ شو؟ اسمع، يبدو ان الوزير السابق هيثم برابلو كان ذكيا بما يكفي ليستقيل قبل ان تكتشف تجاوزاته. فقصة أن يستقيل لا تصدق أبدا. شبك ولا؟ شبك فود؟ ليش هيك عم تحكي على هيثم؟ ليش هيك عم تحكي على هيثم؟ أخي أنا ليش بدي أحكي على عمو هيثم؟ يعني بهذا الزلمة اللي كاتب المقال شو؟ إيه؟ شوفه. ها؟ عمى؟ لك نحن سوينا له هديك الحلقة مشان ما حدا يطالع عليه هيك حكي؟ معك حق، أخي العالم ما بتستوعب وما بتصدق، يعني طبعاً مو الكل. مو الكل؟ تعري؟ هنفكر والله ساوي له حلقة تانية بمن سيربح المليون، شو رأيك؟ أو وزنك ذهب مثلاً. لا أشرا؟ لا تمسخة؟ يعني أنا هيثم أبي بتمسخر عليه على كيفي وبتفقس أنت ما دخلك؟ لا تحكي هيك؟ والله يا عمو هيثم ما بيستاهل، مسكين. لا عادي، مو مسكين كمان، هي هيك دائماً، هي الشجرة هي المثمرة كثير، هيك مدري شو بيصير لها. إيه مزبوط. إيه. طيب هلا شو؟ ما رح نطلع نسهر قبل ما ترجع ميمي على بيروت؟ ايه طبعا، طبعا نطلع نسهر، ما دخلها بهي، كل شيء لحق. هيثم لحق وميمي لحق، السهرة لحق. شلون يا رو؟ جاهز. جاهزي؟ ان شاء الله مبسوط. شو خير عم تهزي برجليكي؟ ولا شي حياتي، ولا شي ابدا ابدا، بس اجت جارتنا رنا سمعتني كم كلمه وشمتت فيني، يعني ما في شي من قيمتك. والله رعبتيني، انا افتكرت انه رجعوني على الوزاره وزير. شوف هيثم، انا كل شي ولا حدا يقرب على مكانتي وقيمتي وبرستيجي. بدك تلاقي حل، يعني بدك تلاقي حل، والوزاره بدك ترجع لها، عم تفهم؟ هذا اخر كلام عندي. يا لعيني على عيني انت وجارتنا، لك كبري عقلك لك سمر. هلا مشان جارتنا بدي ارجع انا على الوزاره؟ ولك صرنا على الكبت ام الناس، لك صرنا على الكبت ام يلي بيسوى ويلي ما بيسوى، وانت مصدق حالك حبيبي؟ ما حدا مصدقك، والكل عم بيقول عنك مختلس وحرامي. سمر اخر مره بسمح لك تحكي معي هيك حكي؟ ها اسمعي، لا انتي ولا رفقاتك ولا جيرانك ولا قرايبينك بيعنوا لي هالقد، لا تفكري انه هي هي المشكله، لا فتحي عيونك هيك وانتبهي على تربايه اولادك وبس، اكثر من هيك ما عندي.
روحي وروحك عليهم بعض هدوا منيح هدوا شو هدوا منيح هدوا منيح هدوا منيح هدوا شو رح نعيش شجون مع بعضنا نكون كل شي بنحسه بتحكي لعيون لعيون نعيش شجون رح نعيش مع بعضنا نكون كل شي بنحسه بتحكي لعيون لعيون رح نعيش شجون مع بعضنا خاصة لفادي برابلو لك برابلو يا روح شو شايفك كأنه انزعجت من وجوده لا انزعجت ولا على بالي بس أبصر قدي دافع له لتبع الدي جي لحتى يعملوا هالتحية شو نسيت ابن مين بيكون ايه شو نسيت شو صار بالوالد الكريم شيتو هلا نحن جايين نتخانق مرحبا هيثم اهلا ماجد تعرف كنت رح سجلك غياب اليوم معناها عندك حكي كثير بدك تحكي لي اياه عندي غير وجع القلب مشان مرتك لك لا مشان مرتي ولا شيء اليوم رحت عملت هيك جوله بكام دائره من دوائر الدوله اكيد الناس عرفوك والتفوا حواليك هيك بقى واذا بقول لك ما حدا عرفني لك ما حدا لا عم يشوف تلفزيون ولا عم يرى اخبار كل واحد قلقان بامه طيب بهم شو صار معك شيء جديد يا سيدي معاملت ميمي علقانة عند واحد وحسب ما فهمت ما بمر أهلها حتى يقبض ودفعت له؟ شو تفعله أنت الثاني؟ معقول تفعله؟ بس بتعرف شو؟ إجت بوقتها معاملتها لميمي طيب إذا شايفة معصلجة معك أحكي لك مع شي حدا خيو إذا خجلان أنا بحكي وحياتك يا ماجد ما دي مستعد حتى واطي لحدا معاملت ميمي إجت مفتاح لحتى أكشف كل حدا على حياته إيش هو جايب للمريخ؟ كأنك غريب عن هالمواضيع مو غريب ولا شيء بس على ما يبدو أنا كانت رؤيتي ضيقة هلأ مثل حدا كأني حط لي نظارات وصرت شوف كل شيء أنا برأيي شوف لك شيء حدا يشتغل لك بالمعاملة وبلا وجعة هالرأس كلها لك آخ يا ماجد آخ لك يا رجل ما عاد حدا رد علي لك ما عاد حدا سمعني لك حتى أولادي ما عاد سمعوا كلمتي هي مرتك وولادك دولة كاملة ما بتقدر تضبطه وحياد عينك يا ماجد لحتى كافح الفساد الإسروي والفساد الإداري وكل شيء فاسد بدي كافح وانت مو وزير صدقني صعب سكرتني لك ماجد بدي اسأل ميمي عن شو يا ماجد بدك تسأل ميمي ماجد إلا بدي اسألها سؤال خاص بموضوعها والله يا ماجد ميمي ضهرت ماجد إلا لك كون زعلتها ولعتها لا حياتي يا ماجد أنا ما زعلت حدا بعدين خايف على زعل العالم ومو خايف على زعل مرتك يا ماجد ماجد كبر عقلك أنا مكبرته يا ماجد بس رح يجي يوم ويطق عقلي وتشوف شي ما شفته بحياتك ماجد حاج نق وقلي وين ميمي ميمي راحت مع أولادك يا ماجد لك شلون بيطلعوا بدون ما يعدوا إذني يا ماجد طولوا بالكم يا جماعة أنا مالي علاقة انت يلي مانك فاضي يا سيد ماجد ماجد لك انا شغلتي ارقد ورا الاولاد ولا ورا مصالح الناس والله يا ماجد انت حامل السلم بالعرض ومانك سائل على حدا يا جماعه هيك الموضوع ما بينسكت عنه نهائيا صحيح انا ديمقراطي بس ما بينبعلكن والله وعم بتهدد كمان يا ماجد انا يا جماعه ما حكيت ولا كلمه الله وكيلكن طولوا بالكن يعني شباب وطلعوا يسهروا شو فيها وين تمدون يدوسوا يا ماجد ولا ما شاطر الا تروح لعند فلانه وعند ثانيه وهي حكت وهي قالت والله مو بس فلانه حكت وفلانه قالت يا ماجد
ماجد، شوف الناس شو عم تحكي عنك يا سيد ماجد. أنا؟ هيثم ما بيهمه شو ما حكوا عنه، هيثم معروف بأخلاقه يا ماجد. لك اف الحكي معك ما بيجيب نتيجة، قرفتني حياتي. وانت بحياتك ما رح تفهم علي يا ماجد. راحت لا بتقول ماجد. القلب يعشق كل جميل. ما شاء الله ما شاء، شو الصوت هاد؟ شو هالعندليب اللي بعت لي يا رب العالمين؟ يا ربي يا ربي، شو هالعندليب هاد؟ ربنا بيبلي وبيعين يا رب. الحمد لله رب العالمين. مسكي 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 مسكي. شو هدول؟ شو هدول ورق يا نصيب؟ يعني شو هدول؟ مصاري. بعرف انه مصاري، بس من لك المصاري؟ من كد جبيني وعرق يميني، من عرق جبيني وكد يميني. يعني لا تجدي بقى، لسه راتبك انت ما قبضته. مين جاب تيرت الراتب؟ عم قل لك شغل 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 شغل. شو؟ شوفير تاكسي. عم تشتغل شوفير تاكسي؟ ايه. وشو فيها؟ الشغل مو عيب ولك وصال؟ بعدين بدي اسالك، شو الفرق بين شوفير التاكسي وشوفير الوزير؟ اثنيناتهم ورا الدركسيون. ايه. ومن وين جبت سيارة التاكسي؟ انا ما جبت سيارة تاكسي، عم بشتغل على سيارة هيثم نفسها، قلبتها تاكسي، عم باخذ فيها طلبات. عم تشتغل على سيارة هيثم؟ كيف وشلون؟ وصال، انا ما دهنت اصفر للسيارة، انا تعاقدت مع مكتب تاكسي وهو بيجيب لي الطلبات وارباح مثل الرز. وينك؟ البنزين على حساب هيثم، يعني نحن بنربح وما بنحط شيء. أولي عليك على هالعملة. تعرفي لو بيرد علي هيثم وبيرضى انه ندهنها اصفر ونساوي عمومي، يا محمد بيعطونا البطاقة الذكية تبع العمومي، بنعبي 3 مرات بنزين بالاسبوع بدل ما نعبي مرة كل اسبوع. بلكي عرف وانا زلقت وقلت له شو بده يساوي؟ شو بده يساوي؟ والله لحتى يشيل جوز عيونك من مطرحهم. ليش انا شو دخلني؟ انا سواقه ما بعرف سوق. ايه مزبوط ما بتعرفي تسوقي، بس انت اللي شجعتيني وقلتي لي عم تطلع بالسياره وتطلع اشتغل عليها شوفير تاكسي. وشو دخلني انا؟ لك شلون شو دخلك؟ مو بدك يعني اتجوز؟ والجواز بده مصاري، والمصاري لحتى تجي بدها شغل، يعني كل شيء عم ساويه مو مشاني، مشانك وصوله. ايه والله معك حق. شو العمل؟ العمل انك تقومي تساوي لي كاسه نسكافيه خلي راسي صحصح. على عيني يا على عيونك. الكل يا كل سنيورة مش حل طرقان مالك مش حل هس حيلك وعمل كيف معلمة. هذا فادي رفيقك ما هيك؟ ايه رفيقي يعني، بس مو كتير. خير مزعلك بشي؟ مو ابدا، بس يعني انا وياه ما كتير منتفهم، ما بيفهم علي، عقله صعب كتير. على فكرة أنا بعرفه من زمان، بس هو يمكن نسياني. شاب كتير ظريف، لازم يقوم يسلم عليه. وليش بدك تسلم عليه؟ ليك إذا مشان أبوه اطمن، استقال. بعرف إنه أبوه استقال، تعي خلينا نسلم عليه. وأنا إذا صار اللي براسي إليك عندي حلوان كتير حلو. وأنا شو بستفاد يا بيبي غير الحلوان طبعاً؟ ولو شو نسيتي مين أنا؟ أنت عملي اللي بقلك عليه وحتكوني مبسوطة كتير. لك اسمع مني، ما رح تستفيد منه شيء، أبوه طار بح. طاق يا رجل. مرحبا سهري. أهلا أهلا رغب، يا هلا. مرحبا ماجد. وينه بالك لأهلين؟ عنده عشاء عمل. وين سمورة؟ بغرفتها، ما بعرف شو، مهجوز بدنها. ليكون مزعلة لك سهري؟ أنا زعلة؟ بتزعل بلا. والولاد وينهم؟ مو هون؟ عم يفتلوا بالسيارة. لا شو عم يفتلوا بالسيارة؟ سهرانين. طيب طالعة راضية لسمورة وننزل عن إذنكم. الله معي. الله معك. شو قصتك لك ماجد؟ معقول تحرجني قدام بنت حماي؟ أنا إلا بأنه طلعوا الأولاد يتفتلوا بالسيارة،
تكسر كلمتي انت وتقول لا طلعوا يسهروا. ولي على حالي هلا كل هالحكي بس لانه قلت طلعوا سهروا؟ شبك هيثم ليش تكركبت؟ ما في شيء ما في شيء خلاص ما في شيء. هيثم لا تكون انزعجت انه عادل عامل عشاء عمل وانت ما رحت، حنيت مو؟ حتى انت يا ماشي. خلينا نسلم عليه ورجعي انت تقربي منه واتركي الباقي عليه. وشغلة انه ابوه استقال هي بقى شغلتي، انا بعرف كيف بدنا نستفيد منه. قومي لقلك. لك والله رني صوصو. هاي رني. هاي رني. شو هالصوصه؟ شو شغلك لهون يا رب؟ شو اسمها الراس ساره؟ صوت الارنب. هي راس التانجو. اكيد تذكرتني ما هيك؟ تذكرتك؟ لا والله ما تذكرتك. لك انا سمير رفيقه لابو يحيى، رفيقه لعباس، رفيقه لماجد، انتيم الوالد. لك ايه بابا؟ ايه والله صحيح، هذا رفيقه ماجد، رفيقه لبابا. ايه مو بس هيك، انت كمان سمير رفيقه لرني اللي هي رفيقته لفادي. شو هالصدفة يا رو؟ تماما، يعني ايه تقريبا. هو رفيق امل يلي بتكون هي مرت سائر، يلي هو رفيقة خولة بنت اخوها لتالا. لكن يلي هي رفيقة امل، رفيقة اماني، ورفيقة لفوف. فوفو اختي. ايه انا فوفو، صح رفيقتي. شايفين الدنيا هيك شو صغيرة يا روح؟ يا اختي يا اختي، شو بدك تعملي؟ جوزك وبتعرفيه. ليش انا طالع شي بايدي عمله وما عملته؟ معك حق، هو كتير قابضه والله كتير. لا وبتجيك هذيك المفعوصه رنا، بتجي لنص بيتي بتشمت فيني وبتعملني مسخره. ابصر شو عم تحكي من قفاي هلا. عن جد ما بعرف شو بدي اقلك، يعني كنت جايه اعزمك على استقبال كتير حلو، بس شايفه حالتك كتير صعبه. استقبال شو؟ لك باي عيب بدي اروح استقبال؟ حبيبتي انتي بنت عز من يوم يومك، وكل العالم والزمان بيشهد على اناقتنا ومكانتنا وذوقنا. ولا نسيتي نحن بنات مين؟ ابوكي لا تذكريني فيه. بنوب اجا قعد مع جوزي ساعتين على قروا لعي، بالاخير شو بيقول لي؟ جوزك بيتقل بالذهب. اولادك وينهم؟ يبعت لداهي المقوصة من يوم يلي اجت لعنا وهي لحست لهم عقلهم، طلعوا مع بعض ما بعرف لوين. وجوزك ما عرف يحل لها مشكلتها لهي؟ ليش بيطلع بايده يحل شي؟ سمورة انا شايفة انه الوضع كتير مكركب. الله يرضى عليكي، اذا حبيتي بكرة حاكيني لنروح. ايه باي. بدي قوم ودعك بس مالي نفس، روحي لحالك. خلص حبيبتي بعرف الطريق. باي يا روحي. يلا كله على سيارة. إذا كل منطقة بدي ناس متعلمة، فأنت معلمة. بالسيسو بدي ماشى بقلاوة نقوشة، عملت على قلبي تماشى بقى قد السمسمة. أنت معلمة كلنا. اللي عم يصير مع كرم شي مو منيح. يا علينا، هلا اذا نمت بيقول لي ليش نمت؟ ليش طفيت التلفزيون سيدي؟ ما بعرف والله. شو رايك؟ ايش وقعت بقلبك انا؟ هو منضرب على قلبك، جيبه لهالموقوف خليني احقق معه. يلا والله صرت محقق معه اليوم 9 مرات يا سيدي. رح ضل حقق معه لحتى يجي هيثم لهم. لا لا امبلا امبلا. بدك هيثم يجي لهم؟ ايه يجي لهون يعني. لا اعرف شلون بده يتواصل له للشاب. ايه بلكي ما اجا. مو هو قلبه على العالم وبيحب يساعد الكل وما خلانا نعرف نشتغل شيء؟ ليش حتى ما يجي؟ رح يجي مزبوط، بس اذا اجا لهون بفكر رح يحط لك اياها واطيه. لا يعني شوف، هو ما بيحط واطيه لواحد ما بيعرف.
بس إذا واحد بيعرفه وخذ مني أنا معلم بيحطه واطية. عم تحكي معي؟ آه لا إنه لا بتعرف قسما بالله أنت واحد ضبان. لو ما أنك ضبان كنت سمعت مني. أنا كم مرة قلت لك فبرك لهم شي مشكلة؟ لك لهلأ ما كنت تفبرك لهم مشكلة. شو بساوي لك سيدي؟ كل ما رحت لهنيك لفبرك له شي بصير معي شغلة بتخربط المهمة كلها. طبعا طبعا يا غنوج أمك، هاي طيبة قلبك. شفتوا للسيد هيثم طيبة قلبه شو ساوت فيه؟ خلت واحد مثلك، ها مثلك، خلته يتمسخر عليه على طيبة قلبه. خلي لي هذا البوز هيك قلبه طيب لألك، خلي قلبه طيب. شغله للتلفزيون؟ لا ما راح شغله، روح جيبه لحتى حقق معه. لا لا امبلا امبلا، روح جيبه لشوف. يلا حاضر. بتعرفي شو؟ والله هي آخر شغلة كنت بتوقع أني أرجع أشوفك. عن جد؟ إيه؟ بصراحة أنا كتير زعلانة منك لأن ما عاد حكيتني. شو ما عاد رجعت حكيتك؟ لك شو كنا عم نساوي هلا جوا؟ مو هلا كنا عم نحكي حكينا؟ ومين هي؟ لك لا لك لا لك لك، هي وحدة معتة جاي لعنا هيك زيارة من بلد مجاور ودابقتني يا رو. كتير بصدق. مين هاي؟ كيف السيد الوالد يا فادي؟ علي بسلم عليك، علي بصبر علي يا روح. ليه الحمد لله ماشي حاله؟ بتعرفوا شغله؟ هي احلى ليله بقضيها من زمان. ايه والله والله. ليه؟ انت كل يوم ما بتجي لهون؟ انا لا يعني مو كل يوم، يعني يوم ايه يوم ايه. لما انا تخلي رقمي معك في شغل حلو بيناتنا. شغل؟ يعني شو هذا الشغل؟ شغل شو؟ هون مخرج نحكي شيء. مشي معي لبرا شوي. ايه والله برا احسن، لانه يعني شوي ثاني هون حيطلع الفجر علينا يعني. ايه انا رح اسبقكم، انتم خذوا راحتكم. باي باي. يا ابو سمرة لك طلع الفجر علينا وانت ما عم تحكي. عم لك تارك اختي جوا، شو الشغل يا رو؟ مع انه الوقت والمكان مو مناسبين لانه نحكي، بس انا حابب اغتنم هالفرصه لانه مو كل يوم رح نتصادف. مزبوط والله مو كل يوم رح نتصادف. قل لي شو الشغل يا فادي. انت شب ذكي طلقت على الطاير، نحن لازم نتساعد. ايه يعني هلا انا ذكي وفتح يعني بالقطع. مزبوط والله، بس يعني اذا انت كان قصدك انه بدنا نساعد شيء هيك بخص السيد الوالد ف عوض بسلامتك. أبي استقال يعني. أنا بعرف إنه الوالد استقال، بس نحن بدنا نعرف مين الناس اللي كانوا ورا استقالته. أيوة والله أنا وينا كثير لطيف، شو حبيته أنا دول هيك القصص اللي عم تساويه، دول الغمزات والشغلات. أنت معلم حديثك كله سسبنس، حبيت الحديث معك يا روح. معناته أنت حابب تشتغل معنا يعني؟ معقولة ما وضحت معك والله وضح الشمس الساطع يعني حابب تساعد معك أنا يا روح؟ حابب حاكيني. ايه بدي حاكيكي لكن شلو. يلا بالاذن. باي باي. برافو عليكي، غرست السناره والامور كلها تمام التمام. بعجبك. اوف لك يا اخي، ليش ما بدق له وبتخلص؟ لك شو دق له؟ لك ماجد ابني وبعرفه، بس دقيت له بده ياخذ حذره. شو يعني بدك تضربه؟ لك اعوذ بالله شو اضربه؟ انا ممكن ارفع ايدي على حدا. شو بدك تعمل لك؟ ها خلص بدي احط النقاط على الحروف. روحوا لفوا من باب المطبخ خلي افتح الكون. فادي وين كنت لهلا؟ ولا هسه ليش فايق لهلا؟ وين اختك؟ ليش ما انا معك؟ اختي؟ عم تحكي؟ اختي تعبانه كثير، يعني انا شو قلت؟ قلت بدي اخذهم هيك دوره بالسياره فتلهم لفوفو لميمي، بس ما بعرف شو صار لفوفو، كان صار معها هذا دوار السيارات ام صارت تستفرغ، ام انا قلت فوتهم هيك من المطبخ، يعني خليها تستفرغ بالمطبخ احسن ما تستفرغ بالصالون، وفاتت وحاولت اخذهم على الدكتور، والله حاولت اخذهم على الدكتور. وما تدق لي او لامك او لماجد، شو ما عندك اهل؟ انا ما حبيت ازعجك.
قلت تخليك تشوف انه ابنك هيك صار شبوي واعتمد عليه. قلت انا بدي اخذها على الدكتور، ويعني انا اخذتها ورحت مشفى مشفيين ثلاثه ما كانوا يفوتونا ابدا، يعني لانه ما عندنا واسطه. طيب وش بقى اختك لها؟ بعدين انا يعني بعدين قدرت اني هيك اخذها على دكتور ومشفى، يعني بس في دكتور كثير ابن حلال وفات فحصها وهيك، قام شو بيقول لي؟ بيقول لي انه والله انه فوفو مع عقده نفسيه كثير كبيره، وهي العقده النفسيه نازله على معدتها وعم تستفرغ كثير، وليك هلا هي بالمطبخ يمكن عم تستفرغ. ما بعرف شو بدي احكي، ما بعرف شو بدي احكي. ثاني مره وينك؟ اي شيء بيصير معكم بتخبرني، عم تفهم شو عم اقول لك؟ بتخبرني ومع هيك طلع من البيت ما عاد في. أنا أبو المجد منور يا روح. شوي شوي على أبوكم، شوي شوي. ليه مداهمة؟ فادي؟ بابا فادي؟ بابا فادي فيق يا بابا؟ فادي؟ فادي؟ مين وصال؟ شو بدك وصال؟ لك شو وصال ما وصال؟ أنا أبوك هيثم. قوم بابا قوم شوي. هيثم؟ خير حبيبي هيثم، صاير معك شيء؟ يعني عم يوجعك شيء ولا سمر ما خلتك تنام؟ تعال نام جنبي. تعال قوم قوم ساعدني يلا بلا كثرة حكي قوم. فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. لك يا هيثم اليوم عطلة يا أخي، اليوم عطلة بدنا. يعني على أساس من نص الأسبوع بتفيق على الجامعة ما؟ ليش حاسس أنا إنك جاي وراك مصيبة؟ شو بدك قل لي ها؟ بدك تساعدني بتصليح المكيف. أنا شو فهمني بالمكيفات؟ بلا كثرة العيب لا. قوم غسل وشك وصح سهلة بين ما روح أنا في أختك يلا. إيه والله لأنه رايح تخطب لي من الصبح على أساس يعني عازمني أنت. شو قال تعصلح مكيفات؟ وأني بصلح ولا شيء. هاخذ لي غفوة هيك شيء ساعتين ثلاثة ليفيق فوفو. فوفو يا الله فوفو ناساني. ميمي خلص بقى حاجتك نوم، صار لي ساعة فايقة وناطرتك. ايه والله دخل إلى حالي. قومي صحصحي خلينا نبلش بأنشطتنا اليومية. صباح الخير. صباح النور بابا. بونجور أنكل. رح أعمل شاور أنا. ايه أوكي. ايه الله معك. الله معك يا عمو، الله معك. ايه حبيبتي هادي لشوف. ايه بابا. طمنيني إن شاء الله صرتي أحسن. اه ليش شبني؟ شلون شبكي؟ شو؟ فهمت شبني؟ لا حبيبتي ما في شيء ما في شيء. طيب شو رايك تقومي وتعملينا فنجانين قهوه يشربونا انا وياكي سوا؟ ايه تكرم عينك. ما فيني بابا ما فيني، جاي لعندي رفيقتي. ايه بس شو خص القهوه برفيقتك؟ ايه لانه قربت فحص الكيمياء. بابا جمعي معي انا اطرح عليك، شو علاقه الكيمياء ورفيقتك بشرب فنجان القهوه؟ بابا والله مركزه بس الموسم قرب. يا حبيبي هلا بابا انتو كلياتكم بس تفيقوا هيك؟ لا يعني مو كلياتنا هلا، هو انا ما بعرف لاني غريبة على المنطقة. بسألك وبرجع برد لك خبر. غريبة على المنطقة. والله يا بنتي مبين مع حدا غريب الا انا. طيب حبيبتي يلا انا ماشي، بدك شي بابا؟ سلامة قلبك بابا. رايح دور على منطقة. ماشي ان شاء الله خير. ميمي لا شبك عم ترجف، شبك عم ترجف، يلا انتبه يلا. انا شو فاهمني بالمكيفات ها؟ لك ابني شو شغلة كيمياء بالاخير؟ يعني الواحد لازم ليك بس يكون عنده اصرار وتصميم بفهم بكل شيء يلا. ايه لانه انا عم بقدم دكتوره يا هيثم. دكتوره؟ يا ريت يا ريت تقدم على دكتوره والله منايا. مسكني مسكني منيح. لك ماسكك يلا. رح صير بالمقبرة مو صير هناك دكتور انا. شوف لي يا منيح يلا. يلا ضيق ضيق. ايه ليكو ليكو هون إيه. عم ينقط من هون. اها منيح معناتها بين معنى العطل. يلا رح ناولك نفك برادك. شو شو تناولني؟ لك ضيق. مسكني مسكني. لك لا تخاف. مسكني شو؟ شو
شو فاهمني انا طيب؟ ليش ما تعطي له لهاني او تجيب مصلح؟ ما راح اجيب حدا ليك من اليوم ورايح، كل شيء بدنا نصلحه هون في البيت، حتى ادق التفاصيل، عم تفهم علي؟ والله انت كثير متغير يا روح، كثير. يلا اشتغل لشوف. لك هذا فادي اللي فوق السلم. العمى وهيثم بده يقتله ويدبه من فوق السلم. والله واجت على رجلي. الو سيدي العاصف ابو قاسي حول. مين؟ شو مين؟ ليش في غيري بحاكيك؟ نزار نزار. خير شو في؟ حول. مصيبة. حول. شو صار معك؟ بين العطل؟ شلون بده بين العطل؟ انا شو فهمني بالمكيفات ها؟ على اساس بتفهم بشيء ثاني يعني؟ لك ابني وقت كنت بعمرك انا كنت فك المكيف قطع قطع ورد ركبه قطع قطع. نعم هيثم باشا؟ ليش على دورك على اساس كان في مكيفات؟ هاي المراوح نفس الشيء. شو عم تعملوا انتو؟ شبك 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 عم نصلح المكيف. ورجع لقلبتي ولك هلا يا عصبي انت بتفهم تصليح المكيفات انتو؟ لك شو قصتك انت عم تدافع عن الصبي مثل ما هو ابنك هو ابني. اي نعم يا ستي بنفهم بتصليح المكيفات. هيثم هيثم انت شو صاير لك؟ اتصل بالزلمه وبيجي بيصلحه. لا كل شيء نحن بدنا نشتحه على غيرنا من اليوم ورايح، اي شيء بده يعطل بالبيت انا بدي صلحه. ولك شبك شبك انت هيثم؟ لك شو صاير لك جنيت؟ لك انتو ما بيلبق لكم الدلال، كل شيء بهذا البيت لازم يتغير. يلا رجع فكوا صلحوا لشوف. يلا لك انا ما بفهم بالمكيفات ما بفهم. لك فكوا وصلحوا بده يتصلح يعني بده يتصلح. لا انت رح تجنني انت بسات. يلا كمل شغلك. كمل شغلك. دق الباب. أهلين عمو، خير شو في؟ وينو البابا؟ ليش؟ جايين تاخدوه؟ لا والله جايين كاخي طبعا جايين ناخدوه. طب يلا رايحين عديله. يلا لا لا بلا بلا لك ما بعرف انت صالم انت؟ ولك انا صالم اليساري برغي اليساري بابا فتح. عم يسألوا عنك الشرطة. يلا مين؟ عم يسألوا عنك الشرطة. شو بدهم مني قالوا؟ والله ما بعرف شو قلنا. خلص أنا جاي أشوفه. يلا يلا اليساري وبعدها بتنزل لتحت بتكفي كل الفك البراغي تحرك أشوف. يا آخرتي عيب الشوم على المجتمع. أنا بدي صلح مكيفات أنا. هلا بيجي. اهلا اهلا بالشباب. خير يا سيد عاصف شو في؟ خير شو في؟ شو بتحب احسب لك اياها؟ انتحار ولا شروع بالقتل ولا قتل عمد؟ سيد عاصف عفوا انا ما عم بفهم عليك، انت عن شو عم تحكي؟ لك معقول يا رجل؟ لك معقول انك تقتل ابنك؟ شو جنيت انت؟ شغلة الوزارة طيرت لك عقلك يعني؟ يا معالي الوزير يعني بدك تقتل ابنك اخي اقتله اصطفل بس مو قدام العالم بعدين مفكر ما في حدا بيحميه ما في قانون؟ ما في قانون؟ ما في عقوبات رادعة؟ ما في عقوبات رادعة؟ بس هدول حافظوا بس هدول بعدين يا نزار روح فوت عين لي الجثة وقلبها وقلزها وشوف شو الموضوع يلا 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 روح روح الله عليك يا عاصف لك نحن عم نصلح المكيف معقول انا زدت ابني نصلح المكيف لا لا بلا بلا يعني مفكر هي شغله تصلح المكيف تمرق علينا مثلا ها يعني هو العطل صغير قلت احنا بنصلحه يعني ضروري نجيب مصلح مشان هذا العطل ويوم جمعه عطله ما في حدا قلنا بنصلحه انا وابني قل لي شوف هي فيها شيء مخالف للقانون ها لا والله ما فيها شيء والله ما شيء ما لا لا والله هي ما فيها شيء مخالف للقانون على فكره يعني لحظه سيدي سيدي ما في اجراءات سلامه معناها هذا قتل بغير عمد
هات لشوف شو بتقول. معقولك يا سيد عاصم؟ يعني أنا ضحي بابني، الله وكيله، هذا ابني، فكل الأمان أنا بقول له إياك. إيه شو عادل؟ على العموم راجعني على المخفر، ولولا إني بحترمك كنت شحطك هلا معي. تفضلت على راسي يا سيد عاصم. ليه؟ ليه؟